لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تم التعاقد معي اسمه حامد حمدان، كان قبل كده من كام يوم محمود السلمي، وحامد حمدان مهاجم ناشئ. والحقيقه الكابتن علاء ميهوب بيقول ان هو لعيب كويس جدا، بيمتاز بالقوه والمهاره، وهيندمج بسرعه من وجهه نظره مع النادي الاهلي، وهيبقى مستقبله مهم مع النادي الاهلي. والاهلي ماشي بالتوازي دلوقتي ما بين اللعيبه الكبيره المعروفه واللعيبه الصغيره للمستقبل. برضو الاهلي بيجدد المفاوضات مع انبي لضم حمدي فتحي لاعب نص الملعب الهاف ديفندر لصفقات الشتاء القادمه. جيما الاثيوبي بيتاهل عشان يقابل النادي الاهلي في دور ال 32، وكسب نادي اسمه تيليكام في مجموع المباراتين في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا. والاهلي هيلعب مباراه الذهاب في احد ايام 14 15 16 ديسمبر في مصر، ومباراه الاياب هتبقى 21 22 23 في اثيوبيا. معايا مصطفى. استاذ محمد. لا يا استاذ مصطفى، عليكم السلام. عامل ايه يا استاذ محمد، اخبارك؟ كله تمام. بص يا استاذ محمد، انا عاوز اتكلم في نقطتين مهمين. النقطه الاولى موضوع الناشئين، ناشئين النادي الاهلي. احنا فعلا ما بنستفادش خالص 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 من ناشئين النادي الاهلي. سواء بنطلعهم اعراض بره او بنبيعهم ونيجي نشتريهم بعد كده بمبالغ كبيره جدا. النقطة الثانية، هل دلوقتي السوق كله ما فيهوش مدربين لدرجة ان احنا مش عارفين نجيب مدرب كويس للنادي الاهلي؟ ما نبص على في مدارس كويسة جدا، في مدارس المانية، في مكسيكي، في مدربين كويسين جدا، او مش ظاهرين بس ينفع يجي كويسين مع النادي الاهلي. يعني احنا قاعدين دلوقتي مثلا، يعني دياز قبل الموسم كنا بنتكلم عليه والمبلغ غالي، وبعد كده جبنا كارترون. طب احنا برضو بنلف نفس الدايرة، دايرة برضه الدياز والكاترون ونفس المدربين. طب وفي مدارس كتيره جدا، في مدارس كويسين جدا، في مدارس المانيه تنجح مع النادي الاهلي. تمام. فدي النقطه اللي انا بتكلم فيها يا استاذ محمد. تمام، بس انا عايز اقول لك على الناشئين في النادي الاهلي. انت عندك يعني حتى القائمه اللي انا قلتها فيها عدد من ناشئين النادي الاهلي طالعين من ناشئين. عندك محمد هاني، عندك كريم نيدفيد، عندك هشام محمد. ما بيستمروش يا استاذ محمد، ما بيستمروش. عندك ناصر ماهر، عندك احمد حمدي. يعني كل دول طالعين من ناشئين النادي الاهلي يعني الحقيقه يعني. والزمالك يعني برضه بيمتاز بتفريغ الناشئين على راسهم طبعا مصطفى فتحي نجم الزمالك يعني. ما في مصطفى فتحي دلوقتي في الناشئين يا استاذ محمد، ما هو ما بيلعبش يعني. مصطفى فتحي من انظف اللعيبه في مصر. طبعا هيبقى ليه مستقبل كبير جدا ان شاء الله في الكره المصريه. بشكرك شكرا جزيلا، دايما متواصل معانا. برضه كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك الراجل السويسري اعلن القايمه اللي هتواجه النادي المصري، اختار منها التشكيله الاساسيه. عندك طبعا شهادة غياب محمود حمدي الونش للإصابة، لسه عنده إصابة. محمد عبد الغني الإيقاف، لو تفتكروا لما طرد كان موف ثلاث ماتشات، ويغيب أيمن حفني وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولي ودونجا وعمر صلاح. دي كلها الأسباب الفنية. وبيظهر لأول مرة حميد أحداد اللاعب المغربي بعد غياب، يعني مش لأول مرة لكن بعد غياب كبير. في حراسة المرمى عندك جنش وعماد السيد، خط الدفاع محمود علاء حمد النقاز، بهاء مجدي، محمد عبد السلام، حازم امام وكاماتشو. خط النص طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد عنتر وكهربا وابراهيم حسن ومحمد ابراهيم وعبد الله جمعه، يوسف اوباما، مصطفى فتحي. خط الهجوم عندك عمر سعيد وكاسونجو وحميد احداد. اذا نقول التشكيل اساسي، اذا كان الزمالك يعني بيمتاز بثبات التشكيل في الفتره الاخيره، جنش حراسه المرمى. عندك خط الدفاع النجاز في اليمين، ممكن يبقى بهاء مجدي في الشمال، في القلب محمود علاء، ممكن يبقى معاه محمد عبد السلام. في خط النص في طارق حامد طبعا وفرجاني ساسي، الاثنين اساسيين، وابراهيم حسن ممكن يبقى اساسي، وعندك يوسف اوباما، وكمان في الهجوم كاسونجو. هيحضر اتحاد الكره بيعلن انه مباراه الزمالك والمصري هتكون بحضور 5000 متفرج، منهم 3000 للزمالك صاحب الارض و500 مشجع للمصري، في 1500 مشجع بتجيبهم وزاره الشباب والرياضه. امير مرتضى المشرف على كره القدم في نادي الزمالك بيقول ان خلاص ازمه خصم النقاط من الزمالك انتهت بعد رحله سويسرا، والوفد جلس هناك في الفيفا وما في لجنه مع اعضاء لجنه الانضباط بكل الاطراف اللي ليهم ازمات دي مستحقات متاخره، وتم تحويل مليون دولار للفيفا عشان يوزعها على الناس اللي ليها فلوس متاخره وخلاص. وبعد كده هيبقى في تحويلات شهريه بالاتفاق مع كل الاطراف اللي خاصه الازمه. كويس جدا ان ازمه زي دي
تنتهي وتخلص. كمان الزمالك بيعلن انه رئيس النادي ما فكرش ومجلس الاداره في اقاله جروس نهائيا، ولكن اجتمع مع المعاونين بتوعه فقط لاسباب غير فنيه، لكن من اجل السؤال على السيطره على اللاعبين، وبيطالبوا بالسيطره على اللاعبين بشكل اكبر خلال الفتره القادمه. محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد جيزي حضرتك. صباح الخير. صباح الفل يا فندم، اول مره اشارك مع حضرتك، سعيد جدا والله. انا اسعد يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمود. انا اهلاوي جدا 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 للنخاع. تمام. اهلي موت. وطبعا متابع حضرتك جيد جدا. انا باختصار كل ما هو ان احنا الاهلي ما كنتش عايز يبقى حقل تجارب، حقل تجارب للاعيبه الصغيرين. الاهلي نادي كبير، الاهلي ده يا استاذ محمد اسم كبير. طبعا. اسم كبير، والكابتن محمود الخطيب لما نجح احنا ما نمناش. فعايزه يركز هو والمسؤولين على ان الاهلي ده الناس بتشتري اللعبه بتاعتنا، امثال اللي مش عايز اتكلم كتير عشان ان الوقت، عشان تاخد الدوري في بلدها. احنا عايزين ناخد بطوله افريقيا، احنا عايزين ناخد كل البطولات. الاهلي مش حقل تجارب، الاهلي ده اسم كتير. عايزين يبقى فيه لعيبه سوبر، مش عايز اجيب واجرب، انا عايز لعيبه سوبر للاهلي. كل الموضوع، وعاوز من الكابتن محمود لما ربنا يشفيه يزور نادي المصري ونادي الاسماعيلي. صدقني يا استاذ محمد هو مجلس ادارته ابسط من ان احنا عاملينه. يعني احنا عندنا الكوره دي مفترض الناس تبقى يعني علاقتها ببعض اقوى من كده بكتير. طبعا طبعا. والازمات الكتير دي ممكن تخلص على فكره بالزياره زي ما انت بتقول كده بجد. تمام تمام. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمود، دايما متواصل معانا. هقول لكم بسرعه نتائج الماتشات بتاعت امبارح على مستوى الدوري الانجليزي. واتفورد بيخسر على ارضه مانشستر سيتي 2-1، بيواصل انتصاراته وتصدره الدوري الانجليزي مانشستر سيتي. وستهام يونايتد بيكسب كارديف سيتي 3-1. بورنموث بيكسب هارتسفيلد تاون اللي شارك معايا رمضان صبح امبارح، بورنموث كسب 2-1. وبرايتون بيكسب كريستال بالاس 3-1. في الدوري الفرنسي مونبلييه على ارضه بيخسر من ليل 1-0، ونيس وانجيه بيتعادلوا 0-0، واميان على ارضه بيخسر 2-0 من موناكو. في البطوله العربيه كاس زايد للانديه الابطال، الاهلي السعودي بيتاهل لدور الثمانيه بعد التعادل مع وفاق سطيف 1-1، كان كسبه في الجزائر الحقيقه 2-1، لكن التعادل في السعوديه منح اهلي جده بطاقه التاهل، والهدف الحالي من صناعه محمد عبد الشافي الظهير الايسر لاهلي جده والاهلي جده واللاعب المصري المعروف. في كاس ملك اسبانيا، اسبانيول بيكسب قادش 1-0، وريو فالكانو على ارضه بيخسر من ديبورتيفو ليجانس 1-0، وختافي بيكسب كورتوبا 5-1، وفالنسيا مع ابرو بيكسب 1-0. في الكونفدراليه الافريقيه في الدور التمهيدي، حسنية أغادير بتعادل مع الحرس الوطني في النيجر 0-0. عايز أقول لكم أبرز النتائج يعني، وكايزر تشيفز بيخسر بره أرضه من زيماموت، طبعا كايزر تشيفز جنوب أفريقيا بيخسر 2-1. معايا أسامة. حسام. معاك حسام من الناس. أهلا يا أستاذ حسام. عامل إيه يا شباب؟ كله تمام، اتفضل يا استاذ حسام. دلوقتي انت بتقول منو الجزيه يرجع الاهلي، وقعد فعلا مع الاستاذ عبد الحفيظ، بس مش ان هو يمسك الاهلي، ان هو يرجع مستشار فني او ياخد رايه في المديرين. اه ان كان كده يبقى هايل طبعا. هو ما هو الاستاذ عبد الحفيظ قال كده. وبنتمنى النهارده لمحمد صلاح التوفيق بالليل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وبكره نحفل على الزمالك، بمس على رشدي عبد العاطي وبقول له اشرب. اصل كان بيقول لك اي فرقه تيجي قدامنا عندوس. حبيبي اشكرك شكرا جزيلا يا مجد، دايما متواصل معانا. الاسماعيلي النهارده هيقابل فريق لوماسجير البروندي. كان في الاسماعيلي كان في المباراه الاولى كسب خارج ارضه في بروندي 1-0، النهارده مباراه العوده ان شاء الله يتاهل الاسماعيلي لدور ال 32، بيقود المباراه طاقم تحكيم الليبي بقياده عبد الله عبد الواحد، وبيعاونه صلاح الشوقي مساعد اول ووحيد الحاوي مساعد تاني. والجهاز الفني الاسماعيلي كان اعلن قائمه الفريق، حراسه المرمى محمد فوزي ومحمد مجدي، الدفاع عندك احمد ايمن وباهر محمدي، محمود متولي وريتشارد بوفور ومحمد مجدي وطارق طه، في خط النص حسني عبد الرب وعماد فتحي نادر رمضان، كريم بامبو وعمر الوحش، لسعد الجزيري وعبد الرحمن مجدي ومحمد صادق، في الهجوم عندك مندوجا وشكري نجيب. معايا محمد. صباح الخير يا استاذ محمد. ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. انا بس كنت عايز اتكلم على يعني عامة كده على الموضوع بتاع المدرب الاجنبي اللي هو بيمسك
الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك. موضوع جوزيه طبعا يعني انا اعتقد هو الراجل اعلن من مده كبيره جدا من اول ما نزل مصر واستقر هنا مع وادي دجله ان هو خلاص اعتزل التدريب. فاعتقد ان جلسته مع الكابتن سعد عبد الحفيظ كانت جلسه استشاريه وهو بس هو كل الاخبار اللي نازله في الاعلام في الميديا دلوقتي انه من ضمن الافكار اللي بيفكر فيها الاهلي انه يستعين بك مدير فني، عشان كده كنا بنتكلم يعني والله اشك ولكن بس انا عايز اعرج على حته بسيطه بس كده. احنا شفنا جريده عمل ايه مع فرقه الرجاء المغربي، اعتقد كسب الكونفدراليه وكسب بيها الكونفدراليه وكان عامل معاه شغل كبير جدا رغم ان تجربته مع الاهلي ان جنرال ما نجحتش. ما كسب برضه مع الاهلي الكونفدراليه على فكره مع حضرتك، بس في الدوري كان في يعني علامات استفهام كبيره جدا عليه. نفس الكلام مع كارترول. انا بس رايي الخصه في بس لو تفتكر جريدو كان جاي مع بدايه المجلس اللي فات كان جاي الفرقه نفس تجربه كارترون بالظبط. كانت الفرقه لسه ما كملتش يعني كانت برضو الفرقه ما اكتملتش وكانت ناقصه تعاقدات وحاجات كده. فهو اللي احنا نخلص بيه الموضوع كله ان المدرب الاجنبي بعيدا عن ان هو جاي منين، يعني مانويل جوزيه لما جه مصر مثلا البرتغال ما كانتش معروفه في مصر. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.